السلام عليكم جميعا، أنا ياسر الغسلان وهذه حلقة جديدة من برنامج التعديل الأول. اليوم مع ضيف مهم جدا وزميل وصديق وإعلامي معروف من الكويت، الأخ داهم القحطاني. وطبعا داهم من الأشخاص اللي معروفين في كتاباتهم الناقدة والمتابعة للشأن السياسي العربي والكويتي تحديدا، وكذلك عنده آراء جدا جريئة فيما يتعلق بوسائل الإعلام وتعاطيها مع كل القضايا. وطبعا هذه دردشة اعتدنا عليها، وداهم مشكورا يعني وافق انه يكون معي لاني اتعلم منه في كل مرة نلتقي ونتكلم. فمرحبا فيك ابو محمد وشرفتنا. يا هلا استاذ ياسر، واهلا بمتابعين برنامجك الشيق اللي انا كنت من المتابعين له من اليوم الاول ومن المشجعين. وبالفعل نحتاج احد في الدول صانعه القرار ان يقدم برامج ويسبرنا الاغوار ويقدم لنا وجبه يعني شهيه وسهله الهضم حتى نعرف شلون نتعامل مع الاخر. وانت زميل عزيز وانا تعلمت منك الكثير لا شك، ونتمنى ان شاء الله ان هالدردشه هذه والحوار انها يعني تاثر في الزملاء الاعلاميين المتابعين، ونبدا نغير، نبدا نستمع نغير. لان احنا في بعد ازمه الكورونا، وانا داش يعني يمكن في عمق الموضوع بشكل بكر، احنا اذا ما تاثرنا في الازمات وغيرنا اذا احنا يعني راح نصير طول عمرنا على هامش الحياه والتاريخ، واحنا كعرب وكمسلمين عمرنا ما كنا على الهامش، دائما كنا صناع للتاريخ والاحداث. صحيح. لا وفعلا يمكن ازمه كورونا كمان يعني باعتبار انها دخلت وغيرت أوجه كثيرة من الحياة العامة، كان السياسية والاجتماعية وعاداتنا اليومية. أكيد أنه الانعكاس على الإعلام حيكون كذلك كبير، بس ودي أبدأ معك داهم في موضوع، وتركيزنا اليوم ممكن حيكون على الجانب الإعلام العربي تحديدا، من غير ما يعني ندخل في الجانب النظري للإعلام يعني على 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 المستوى الدولي إعلاميا على المستوى العربي. الأزمة اليوم، أنت في رأيك هل الإعلام تعامل مع الأزمة عن طريق أنه حاول أنه يعني يهون منها ويخفف من خطورتها؟ والشيء هذا ربما أثر في البدايات على العقل الجمعي، إن كان على مستوى يعني المواطنين وعلى مستوى تعاطي الحكومات. كيف كان ردة الفعل الأولية في رأيك للإعلام العربي مع الأزمة بشكل عام؟ طبعا الاعلام العربي لما نتكلم نقول الاعلام العربي، احنا نتكلم عن اعلام متعدد الصفات، متعدد المحاور، متعدد الجهات، متعدد الدول. في اعلام خاص، في اعلام عام، في اعلام حكومي متطور، في اعلام خاص متدهور، في اعلام خاص متقدم. لكن المجموع يعني الشيء اللي يجمعهم كلهم ان الاعلام متى يكون مؤثر؟ لما يجد الصدى، الاعلامي والصحفي والقنوات الفضائيه. اذا لقيت الصدى تبدع في العمل. لذلك احنا يعني اعلامنا العربي بالازمات يكون يعني مبدع. ليش مبدع؟ لانه يجد الصدى و يعني القيود تخف عليه. الاعلام الكويتي على سبيل المثال، طبعا الاعلام الحكومي في جانب التوعيه كان سباق وتفاعل بشكل يعني اثار الاعجاب، لكن انا اتكلم عن الصحافه الكويتيه او الفضائيات الكويتيه الخاصه، بالعكس كانوا سباقين وكانوا يضغطون على بعض الإجراءات اللي الحكومة اتخذتها لاحقاً، مثل مسألة الحجر الجزئي، تعطيل المدارس، حتى قضية المساجد، حتى قضية المساجد اللي فيها حساسية الإعلام الكويتي أثارها من باب الاستطلاع. ومن النماذج اللي أنا بصراحة يعني أراقبها بقوة جريدة القبس. وجريدة القبس يعني فيها جريدة القبس سواء مطبوعة أو إلكترونية. جريدة القبس يعني كانت سباقة في إثارة يعني تعرف أنت الصحف عادة ما تأخذ موقف من أي قضية. نعم. إلا في قضايا رئيسية مثل الموقف من الرئاسة الأمريكية عندكم، يعني عادة بعض الصحف تأخذ موقف مؤيد مثل نيويورك تايمز لما أيدت هيلاري كلينتون أو غيره. نعم. القبس كانت يعني أبدت تأييد كامل لبعض الإجراءات، وكانت تطالب الحكومة وكانت تحط الأرقام وكانت تدفع، وطبعا حتى صحف ثانيه مثل الانباء او الراي، لكن القبس كانت واضحه في هذا التوجه اللي هو التوعوي واللي يكشف الحقائق، واللي وهو الاعلام اللي احنا نحتاج نعززه اللي هو الاعلام الصحي. احنا الاعلام العربي للاسف عندنا يعني ضعف
شديد بالإعلام التوعوي الصحي. كل اللي نعرفه برنامج دكاترة يجاوبون على أسئلة أو صفحة في بعض الصحف تجاوبك على بعض الأسئلة، أنا عندي صداع، أنا عندي ألم بالصدر. لا لا لا، الأزمة هذه، الأزمة هذه يعني خلتنا نعرف أن الإعلام الصحي والتوعوي والصحة في الأخبار، الهيلث نيوز شيء رئيسي في الصحف الأمريكية الأوروبية. إحنا عندنا الهيلث نيوز أو الأخبار اللي تتعلق بالصحة هامشها مو مهم. نعم. لذلك يعني هذه من الدروس المستفادة لزملائنا الصحفيين العرب، اهتموا بالأخبار الصحية من الجانب الأوسع، من جانب تأثيرها الاجتماعي، تأثيرها الاقتصادي، تأثيرها السياسي. العالم كله سكر الآن على قضية صحية. وأنا من الأشياء اللي تابعتها واللي ودي أنك تفسرها لي سعد، وإحنا يعني في إطار هذا الحوار سعد ياسر، الناس تستغرب، حتى قيل أن يعني وتردد في كثير من شبكات التواصل أو حتى بعض الصحف الخليجية الكويتية السعودية، أن شفتوا هذه أمريكا، هذه أوروبا اللي إحنا يعني نحطها رمز لنا، شعبها يموت وما عندها اهتمام، وإحنا بالعكس احنا الدول اللي كانوا يعني نصف نفسنا وكل استحياء ان من الدول الامثال طلعنا متقدمين، وفي حتى في برامج التوعيه والاجراءات وحتى في مساله الصحه. الناس تستغرب ليش امريكا وانت يعني عايش في الولايات المتحده ليش كانها انهارت في هالمساله، والموت بال يعني وصل الالاف، والبلد كانها منهاره امام هذه القضيه، مع ان في دول ادنى منها مثل الدول يعني في المستوى العلمي والتكنولوجي مثل الدول الشرق الاوسط والدول الخليجيه قدرت على الاقل تتصدى لهذا المرض او هذا الوضع. جميل. لا سؤالك اعتقد مره مهم، واعتقد الاجابه فيما يتعلق بالجانب الاعلامي، لانه احنا نتكلم في الاعلام. نعم. اعتقد هي تصب في جزئيه واحده، في مساله مقارنه الارقام ومدى صدقيتها. يعني ان نفترض أن الأرقام المعلنة في أمريكا أنها أرقام صحيحة، والأرقام المعلنة في مناطق أخرى في الشرق الأوسط أنها صحيحة، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه هل هي فعلاً صحيحة؟ يعني هنا في أمريكا في آليات معينة للرقابة وللاستقصاء وفي الشفافية كنظام، أنه ما حد يقدر يخبي الأرقام. يعني في النهاية هنا اليوم الأرقام اللي تطلع هي حصيلة أرقام من مصادر مختلفة يتم مقارنتها، وبالتالي يخرج الرقم الإجمالي. الإعلام من حق الوصول للمعلومة والخروج فيها، زي ما نشوف حنا مثلا كمثال في الانتخابات الأمريكية. يعني في الانتخابات الأمريكية من اللي يعلن الفائز في هذه الولاية أو في هذه الولاية؟ هي وسائل الإعلام، لأن عندها الإكسيت بولز وعندها الوسائل الاستقصائية والأمور الخاصة بالاقتراع، وهي اللي تطلع قبل لا يطلع اللجنة الرئيسية أو المسؤولة عن الانتخابات بالنتائج. فهم اوريدي يستقرؤون الأرقام ويخرجون بالنتائج قبل الجهة الرسمية. صحيح. في موضوع كورونا نفس الشيء، احنا بنتكلم أمريكا فيها شفافية مطلقة وتتعامل مع الأرقام كوقائع. الآن نرجع احنا نتكلم عن أماكن أخرى حول العالم اللي يعني تتضح من أرقامهم أنه في نجاحات بين قوسين في التعاطي وفي الإقلال من المخاطر. هنا السؤال أعتقد ما هو أنا اللي أجاوب عليه، ولكن من المهم أنه يتم إجراء، إذا بنسوي المقارنة يتم إجراء التحليل والنظرة إلى المعلومة بطريقة علمية. يعني خلينا أجيب لك مثال بسيط. حنا شفنا أنه على مستوى العالم الترند في موضوع كورونا تصاعدي، يعني الترند يروح بهالشكل هذا، قد ينزل يوم واحد بعدين يرجع يطلع فوق، بس انه الارقام هي تصاعديه حتى توصل للبيك، وبعد كذا يبدا الهبوط التدريجي وما عاد في طلعه، في هبوط. نشوف احنا الارقام من دول ثانيه انه في الفلكتويشن، فيها التذبذب. فانت تشوف انت الترند العالمي وتشوف الترند اللي وفق الارقام من دول اخرى، يكون عندك نوعا ما نوع من الشك بالارقام، لانه ايش معنى هذه الدول في عندها الفلكتويشن او التذبذب بالارقام، ان كان بالوفيات او ان كان بالاصابات. ما دام الترند العالمي مبين انه في صعود وحتى النزله نزله بسيطه بعدين يرجع يصعد ثاني مره، فايش الفرق هنا للانسان اللي ممكن يقرا الارقام يجي يقول تعال لحظه، هل هذه الارقام دقيقه ولا ما هي دقيقه؟ ارجع اقول
هذه من الناحية التشككية في النظرة للأرقام وتحليلها للرد على سؤالك. لكن بالمقابل لابد أني أذكر أنه بالمقابل في إجراءات أخذت في العالم العربي في دول الخليج تحديداً وكثير من الدول كانت أكثر صرامة، ولابد الثناء كذلك على ردة فعل الناس، تجاوب الناس لعب دور. مجتمعاتنا مجتمعات تؤمن بالجماعة، وأنه حتى المثل اللي يقول لك الموت مع الجماعة رحمة، صح ولا لا؟ فدائما حتى في أهلك الأمور نظرة للجماعة ومصلحة الجماعة. وهذه طبعا لأنه النزعة الليبرالية في الدول الشرق الأوسط أقل، بينما في النزعة جدا قوية، واستقلال الفرد وحقوق الفرد تطغى وطغت، هذا مثال، طغت على مصلحة الجماعة. ما في شك أنه في ظروف زي كذا كان يعني الأفضل، وأنا دائما أفرق ما بين التحضر والوعي. حقيقة أزمة كورونا أثبتت أنه مجتمعاتنا في الشرق الأوسط واعية، ودول الغربية نعم متحضرة لكن شعوبها ليست بالضرورة واعية. نعم. فأعني ما أدري إذا جاوبت على سؤالك، لكن هذه بالمجمل أنا يعني أنت أعطيتني معلومات قيمة يعني للتمهيد للجواب، لكن يعني ما حد أثار هالنقطة، يعني ما حد في إحنا نشر عندنا مقطع عن واحد أمريكي يعني يثني، أنا ما أدري منه إذا كان هو يوتيوبر وكذا، يثني على يعني الإجراءات اللي اتخذت الكويت، واعتبر أن الكويت تتخذ إجراءات وباقي الدول تقلدها. نعم. حتى الدول الغربية يعني أقصد، هل أثير في يعني وسائل الإعلام أو حتى الأسئلة اللي وجهت للرئيس ترامب أن أنت إيش قاعد تسوي؟ طالع دول مثلاً مثل الدولة X ولا الدولة Y اتخذت إجراءات كذا كذا كذا، هل أثيرت النقطة هذه أو أن لا؟ أثيرت، بس لا بد أن نضع في عين الاعتبار السياق أنه النظام الأمريكي يختلف عن أنظمة كثير من الدول. يعني ترامب ما عنده صلاحية مثلاً دستورياً، ما يقدر هو يفرض منع التجوال في أي ولاية، هذا قرار يرجع لحاكم الولاية. نعم. الرئيس نفسه ما يقدر يفرض هذا الأمر. حاكم في مثلا احنا انا عايش مثلا في منطقه واشنطن العاصمه، اللي هي العاصمه وماريلاند وفرجينيا، وتفاوتت القرارات، لكن ماريلاند كمثال كانت من ضمن الولايات اللي اصدرت في مرحله متقدمه تقريبا من 28 يوم شهر ان حاله طوارئ، والان الاجوال كذلك من فتره لا باس فيها، يعني من كم يوم فرضوها بشكل واضح. فالرئيس عنده صلاحيات، لكن فيما يتعلق بأهم ركيزة في مسألة معالجة القضية نفسها اللي هي قضية الحجر المنزلي، أنظمتنا في دول الشرق الأوسط من حسن الحظ مع وعي الناس ومع السلطة المركزية في اتخاذ القرار ساعد على فرض هذه الحالة. في أمريكا دستورياً والطريقة اللي تدار فيها أمريكا، نعم، في موانع كثيرة، عشان كذا ترامب ما استطاع انه يحقق نفس النتائج على الاقل هذه. بس انا سؤالي بس بشكل مباشر، هل احد اثار سواء لترامب او للنظام في امريكا كله بشكل عام ان ليش انتم تاخرتوا في بعض الاجراءات او كذا كذا، وليش احنا عندنا مثلا الموتى وفي دول اقل منا مثلا حضاره تكنولوجيا قدرت انها تواجه، هل اثيرها النقطه هذه او اثيرت بالنقاشات العامه؟ نعم اثير، لكن الجواب له مرتبط بنظام السياسي الأمريكي. نعم. لأنه الحكومة المحلية لها صلاحيات والحكومة الفيدرالية لها صلاحيات. اليوم الأزمة الحكومة الفيدرالية تتدخل في بعض الأمور، لكن في منافسة بين يعني مثال أجهزة التنفس كمثال الآن. نعم. المسؤولية حق توفيرها وإدارتها تابعة، يعني الحكومة الفيدرالية تشتغل عليها، لكن الولايات بينهم وبين بعض في منافسة من اللي يحصل عليها. نعم. فمو بزي دولة ثانية، وزارة الصحة في الكويت ولا في السعودية هي اللي تقرر، خلاص تحلل أن والله المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية هي اللي تحتاج أكثر وتقوم بهذا الشيء. في أمريكا الوضع مختلف، يعني هي حكومة داخل حكومة داخل حكومة، فهذا طبعا ما في شك أنه أثر بشكل رئيسي على الموضوع. كنت أبغى أنتقل لمحور ثاني أبو محمد. نعم توكل على الله. فيما يتعلق بالإشاعات وما يثار من إشاعات في يعني حول القضية هذه، أنت في رأيك هل لعب الإعلام دور مساعد في تنامي
بعض الإشاعات، خصوصا لما يتم التعامل مع أمور لها علاقة بالجوانب الصحية والمعلومات الصحية، خصوصا من وسائل الإعلام قد تكون غير منضبطة أو تحاول تبحث عن السبق. فبالمجمل أنت ترى أن الإعلام هل كان له دور مساعد في تنامي الإشاعة، ولا كان لعب دور أكبر في تفكيكها وتسليط الضوء على الحقائق؟ يعني الإشاعة تبرز في وسائل الإعلام أو عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق الإعلام التواصلي، أو أنا يعني أسميه إعلام التواصلي أو إعلام اللي هو ما يبث في منصات شبكات التواصل. الإشاعة منين تطلع؟ من هالأماكن هذه كلها. لكن إحنا السؤال الأهم مو يعني هل يعني مو ليش طلعت السؤال يعني مو هل طلعت إشاعة أو لا، ليش طلعت الإشاعة؟ يعني مثلا اللي يطلق الاشاعات في ناس يطلقونها لاسباب خاصه، عشان يهاجمون وزير معين، يهاجمون حكومه معينه، هذه مفهومه. شو يسوي؟ يستغل القصه الضعيفه اللي ما فيها دلائل، او الجانب اللي الحكومه ما ركزت عليه، او الجانب اللي الحكومه اتخذت اجراء يعني غير اعتيادي او تجاوزت في لائحه معينه بس هي مضطره، ويبدا يعني يطلع عليه معلومه. هذا نوع من الشائعات. لكن في شائعات تطلع من قلق. يعني خلني اعطيك مثل، احنا لما الحكومه الكويتيه اصدرت قرار تاريخ 3، والتواريخ مهمه، تاريخ 3 مارس اصدروا قرار انه بدءا من تاريخ 8 مارس ما حد يدش الكويت الا يكون عنده الفحص الجيني للكورونا. نعم. اكتشفوا ان حجم اللي داشين الكويت من الدول المختلفه، والكويت دوله يعني 70% منها عماله وافده، زاد. فبدأت الشائعات تجي، الناس لما شافوا هذا الحجم قالوا ان الكورونا زادت في الكويت، ان المستشفى الفلاني جت فيه حالات. اسمح لي اقاطعك هنا، انا يمكن كمان الاشاعه مربوطه كمان في جانب المرتبط بزراعه الامل او بث الامل، يعني الايهام بانه المساله متجهه ان شاء الله ان الامور. انا جايك على هذا. يعني لا، انا اقول لك، انا اعطيك مثال على الشائعات في الكويت. ليش بدأت؟ لأن القرار الحكومي كان متذبذب، يعني يقول إنه ما راح أحد يدش إلا بعد 5 أيام والفحص الجيني للكورونا. بعدين كل اللي في الهند، في مصر، يعني صارت رحلات، حتى بعض الشركات الطيران في الكويت يعني زادت رحلاتها. طيب معناها شنو؟ معناها فيه حجم ناس بيجون قبل الفحص. الناس هنا خافت، فبدأت الناس تطلع إشاعات. أي حالة صغيرة ما لها علاقة في الموضوع الناس تفهمها فهم يعني معاكس. ليش؟ لأن في جو عام وفي غياب القرار. بعدين الحكومة اجتمعت يعني تاريخ 4/6 وقالوا ألغينا الفحص وزادت الرحلات. بعدين يوم الجمعة الحكومة وقفت الرحلات. لما وقفت الرحلات بدأت الأمور تنضبط، بدأت أنت تسيطر على تدفق الشائعات وتقدر ترد عليه. إذن الشائعات عندنا في مدسوسة، وهذه موجودة على طول السنة، ما لها علاقة بأزمة معينة، وتقدر تعالجها بمستوى عالي من الشفافية. بدون شفافية وتحت المعلومة الشائعات راح يكون تأثيرها أسوأ. الأمر الثاني، الشائعات اللي تبرز نتيجة لسوء الإدارة الحكومية في مسألة تدفق المعلومات. لذلك الحكومة الكويتية ايش سوت؟ رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قال في أول استماع في مسألة الكورونا، قال احنا نبي نتعامل في هالمسألة بشفافية كاملة، وعطى الصلاحيات لكل الجهات الحكومية. فصار عندنا مؤتمر صحفي يومي، كل يوم الكويت عندنا مؤتمر صحفي بعد الجمعة والسبت، يعطيك كل المعلومات وسبب كل حالة على حدة. وأعتقد السعودية كذلك في مؤتمر. أنا والسعودية بعدين صار عندنا مؤتمرات صحفية الوزراء. إحنا من متى إحنا بالكويت الوزراء يطلعون مؤتمر صحفي؟ العادة يصرح تصريح عند الصحفيين أو مكتوب. فجو الصحفيين وسألوهم، ويعني حتى لما وقفوا هالمؤتمرات بسبب المخالطة، زين اليوم بثوا مؤتمر صحفي في حوالي 12 شاشة، وصار مؤتمر صحفي عن طريق الإنترنت، الناطق الرسمي باسم الحكومة يتلقى الأسئلة من الصحفيين في مكاتبهم، وهذا تطور مهم. لذلك إحنا الشائعات ترتبط في مستوى شفافية. الأمر الآخر في مسألة اللي هي الأمل، في الحقيقة أنت ما تقدر، يعني في أمور قدرتك كإعلامي وكدولة ما تقدر تضبطها. يعني مثلا خلينا نكون صريحين في مسألة الحبوب اللي الفرنسيين أعلنوا أنها يعني تعالج، كانوا يعالجون فيها الملاريا نعم.
والامريكان اعتمدوها وبداوا بعض الدول تستخدمها. انت ما تقدر تقول حق الناس لا تعطون الناس امل. يعني طبيعه الواحد يخلي الواحد يتفائل، لكن يعني هذا امر ما تقدر، لانها يعني بالمعلومه بيتاحت المعلومه. لكن الاخطر شيء شنو؟ اخطر شيء لما غير المتخصص. لذلك الرئيس الفرنسي في خطابه الثاني مو الاول، لما شاف الفرنسيين مو مهتمين ولما جت الارقام من الاصابات كثرت، بدا يكلم الشعب الفرنسي بقسوه. بعدين شنو قال؟ قال كلمه مهمه، قال لا تستمعوا، لا تستمعوا لانصاف الخبراء. نعم. ليش؟ لان جانا دكتور اسنان، جانا دكتور جراح قلب، يا اخي انت متخصص في شيء معين، ليش تفتي في 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 مساله تتعلق هذا بالفيروسات وهالشكل؟ هذه تخليني يعني اروح لنفس كلامك. يمكن منصات التواصل الاجتماعي اعطت مجال، وهذا يمكن كان سؤالي، انه هل هذه المنصات اضرت او يعني كان لها جانب ايجابي في اما زياده انتشار الاشاعات او حتى زياده التوعيه؟ يعني انا يمكن وجهه نظري مثلا اتكلم على اللي اتابعه، انه يمكن اهميه السوشيال ميديا كانت في فعلا هي كانت قناه مهمه جدا لتوعيه الناس في مساله الالتزام بالحجر المنزلي. الاعلام طبعا يعني هو الجانب اللي عنده الموثوقية وعنده المرجعية كجهة موثوقة، لكن القناة اللي توصل الرسالة للناس أعتقد السوشيال ميديا لعبت. لكن أنت كيف تشوف، هل كان لها دور إيجابي في هالجانب هذا، ولا كان لها دور يعني استخدمت أكثر كصحافة صفراء وكيعني شيء أنه زي ما تفضلت كل دكتور يطلع يتكلم حتى لو مو تخصصه وكل يفتي في موضوع الجانب الطبي؟ الحقيقة السوشيال ميديا أو الإعلام الاجتماعي هذا أمر واقع ما نقدر نغير فيه شيء، وهو موجود حتى في الصحافة التقليدية. الصحافة التقليدية كان فيها صحافة رزينة وكان فيها صحافة صفراء. هل الناس صحيح قالوا بنسكر الصحافة التقليدية لأن فيها صحافة صفراء توبلايد اللي كلها إشاعات وكذا؟ لا. لذلك لما واحد يقول لي والله منصات فيها إشاعات، طبعا فيها إشاعات، الحياة فيها إشاعات، البيت الواحد في ناس يكذبون وفي ناس يقولون الصدق. لكن أنت ليش تروح حق الشيء اللي يبث الإشاعات وتنتقيه وتروجه وأنت ما تدري؟ طب كيف نعرف؟ هذا السؤال الجوهري، كيف نعرف؟ لأنه أنا يعني أرجع أقول لك في احيانا قد تكون في معلومات تبث من بعض وسائل الاعلام اللي مثلا يكون فيها جانب بحثي ولا توافق بالضروره ولا تصب بالضروره بالتوجه العام اللي تتبعه مثلا الدوله او الجهه المعنيه، وبالتالي توصف بانها اشاعه كنوع من يعني الديبانكينج او التفكيك او يعني نعم افقادها يعني تأثيرها وحقيقتها يعني كنوع من التشكيك. فللمتابع كيف ممكن يفرق انه هذه والله إشاعة ولا هذه هي الحقيقة، خصوصا انه كثير من المعلومات اللي نشوفها ويتم التعاطي معها، مش كثير بس جزء كبير، يتم يعني من جهات رسمية ان هذه إشاعة. فأنا بتكلم هذه من الناحية العملية، كيف الإنسان يقدر يفرق ما بين الإشاعة الحقيقية يعني أنها إشاعة وما بين ما يتم اتهامها أنها إشاعة؟ أمر سهل جدا، هذا يسمونه نظرية الاستخدام. حلو. أنت لما تسمع المعلومة هل راح تستخدمها؟ يعني أنت لما سمعت واحد يتكلم عن معلومة معينة هل راح تستخدمها شخصيا؟ إذا بتستخدمها شخصيا، إذا سمعت أنت أن واحد معلومة يقول لك ترى الحبوب هذه مفيدة جدا للقضاء على كذا كذا كذا، زين انت لما تستخدمها هل تستخدمها ولا راح تتصل بواحد خبير دكتور معين تقول له يا دكتور او حتى الصيدلي؟ نعم. لذلك نظرية الاستخدام، انت تبي تنشرها هني 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 الإشكالية، هني الإشكالية اللي هي ان النشر، ان هني النشر الإشكالية مو في ورود الإشاعة، في مسألة ترويجها. شلون نقدر عن طريق جهات مختصة؟ هو في الحقيقة في جهات مختصة متطوعين، لكن الجهات الرسمية هذا دورها، دور الدولة، لأن إحنا وسائل الإعلام تنقل المعلومات ويتيح مجال لحرية الرأي، لكن الدولة من اللي يديرها؟ الدولة وأجهزة الدولة، الأجهزة الحكومية في كل بلد، هذا دورها إنها تستبق
الإشاعات وفي مهدة. يعني خليني أعطيك تجربة. وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عندهم طريقة جدا 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 عملية. شو يسوون؟ عندهم الحساب الرئيسي مال وزارة الصحة التصريحات المهمة توعوية، وعندهم حساب موازي يصحح المعلومات الخاطئة حتى من حتى من قبل كورونا. وش يسوي الحساب هذا؟ اللي هو هذا حساب جدا مهم صراحة. وأنا شو اللي عجبني فيه؟ إنه ما ينطر الإشاعة لما تصير، لما يجي أي واحد تخيل يقول معلومة يدش عليه بالحساب، هي والحساب هذا اللي صح الوقائي يعتقد، ويقول له معلومتك غلط كذا 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 كذا. هيئة مكافحة الإشاعة أظن اسمه إذا ماني بغلطان. لا لا غير مكافحة الإشاعة، لا لا في مكافحة الإشاعة صح، هذا قديم من 2012 يحط لك إيه كومبين، وهذا صار ستايل يعني صار موديل. في زين أنا أكلمك عن الدولة، وزارة الصحة السعودية عندها حساب موازي يذهب لمصدر المعلومة الخاطئة. يعني يطلع لك واحد مثلا دكتور يعطيك معلومة غلط، شو يسوون هناك بالسعودية؟ يقول معلومتك خطأ وكذا مو صحيح، ويرجع تصحيح المعلومة، يروح يشطبها ولا الشكل. حلو جميل. يعني هذا أنت في هالحالة هذه مو صححت معلومة. يا جماعة ترى الإعلام مو بس معرفة، أنت ممكن بهالتصحيح أنقذت حياة بشر. صحيح. يصير ناس. لذلك بعض الناس اللي يعتقد أن وسائل الإعلام ليش مهمة في كل مجتمع؟ ما وسائل الإعلام ما تقدم منتوج فكري يقف أثره على القراءة فقط، لا، تعطيك معلومات ممكن يعني تعطيك توديك للطريق القويم أو توديك للطريق السيء. لذلك أنا أعتقد شبكات التواصل نعمة من الله، وعلينا نستغلها أحسن استغلال، وهي في الحقيقة ما نبي نظلمها، ما نبي نعطيها أكبر من حقها. هي في النهاية هي منصات، هي منصات تنشر، ولا زالت الصحافة التقليدية أفضل بكثير، وهي اللي تنتج الأخبار والمعلومات. صحيح. سالفة، ولذلك أنا إذا بعد شوية راح أعقب على كيف تعاملت الحكومة السعودية مع مشاهير السوشيال ميديا وحجمتهم في الأزمة. جميل أبو نعم. محمد بس أبي معلومات منك أنت، لأن أنت يمكن أقرب القصة هذه مني. لا بالعكس، أنت ما شاء الله متابع كل التفاصيل، بس لأنه أودي هنا أحط ملاحظ أن لما تكلمنا أنه نبغى نطلع مع بعض، أنت قلت لي خلينا نعملها يعني قصيرة، لكن شوف الحديث يأخذ بعضه. صحيح. أنا ما في ناس يملون، أنا ما في ناس يملون، أنا مستمتع، وأعتقد الموضوع يتحمل يعني تناوله بكل تفاصيله. لذلك بس حبيت أقول لك أنه أنا حاولت ألتزم، لكن الحديث أخذ مجرى. أنا ودي أسألك كمان هنا كمان سؤال وممكن نناقشه كمان، موضوع النقد. هل أنت ترى في ظل الظروف اللي يعيشها العالم وتعيشها المنطقة، هل دور الإعلام اليوم، الدور الإعلام العربي، يعني هل النقد، بحكم أن النقد جزء أصيل من عملية الإعلام بشكل عام، هل تعتقد أنه دور الإعلام اليوم يجب أن يتضمن النقد كذلك، ولا تعتقد أنه من الأفضل أنه في هذه الفترة الحرجة ما يكون في عمل نقدي حتى نجتازها، بحيث أنه ما يكون هذا النقد فيه نوع من الضغط النفسي على الجهات أو التوبيخ يعني اللي ممكن يأثر لا سمح الله بالسلب؟ أنت كيف تشوف هذه المسألة؟ أنا أعتقد خطر جدا، يمكن بقدر خطر فيروس الكورونا غياب النقد، خطر جدا غياب النقد. لكن أنا أدعو إلى نقد ناعم. نعم. هذا توصيف جيد. نعم، نقد ناعم، بمعنى أنا لا أريد أن أجعل الجهات الحكومية تشعر بالإحباط، لكن لا أريد أن الخطأ يستمر. لذلك لا بد أني أقول الخطأ. بعض الناس يقول لك هذا مو وقته، يعني هذه قضية صغيرة. نعم هذه قضية صغيرة لكنها مؤثرة. يعني يمكن في قضية يعني في دولة معينة في منطقة، يعني خليني أعطيك مثال. إحنا بالكويت عندنا قرار منعوا الشراء في الجمعيات التعاونية لغير سكان المنطقة. كان الهدف نبيل أنهم يخففون الزحمة. نعم. في ناس يعني عندنا احنا الحركه التعاونيه في الكويت متقدمه جدا، عندنا تقريبا يمكن 60 62 جمعيه، في جمعيات مشهوره وضخمه والناس تروح لها لان عندها خدمات، وفي جمعيات في منطقتي مثلا خدمتها يعني تعيسه فما راح لها. شنو صار الحين لما حطوا القرار هذا؟ انا كمواطن ما اقدر اروح لجمعيتي لان خدماتها رديئه، فاضطريت اروح حق الاسواق المركزيه التجاريه المشهور الهايبر الاسواق الكبرى. هذه اوريدي فيها زحمه، فزادت الزحمة ويعني سلفاً فيها جنسيات أسيوية، بعضهم توه جاي من السفر، بعضهم يختلط، فصارت المخاطر اللي أكبر. بعض الناس يقول يا معود مو وقته،
عشان شوية أكل أقولهم يا جماعة هذا موضوع يمكن صغير بالنسبة لحجم الأزمة لكن مؤثر. لأن ذاك اليوم شنو الخطر فيها؟ ذاك اليوم واحدة أصيبت بالمخالطة كويتية وكتبت إن من الأماكن اللي راحت لها أحد الأسواق الهايبر. ليش أحد أسواق الهايبر؟ لأن تعرف هذولي فيهم عمالة وافدة ويسافرون ويختلطون ممكن يجيبون من برا. لذلك هذا قرار يعني إذا أنا ما انتقدته اليوم ممكن يترتب عليه أشياء. لذلك أنا حاول انتقده وغيره. يعني عندنا مثل أزمة البصل في الكويت وتناولتها السوشيال ميديا. بعض الناس يقول يا جماعة مصدقكم على هي المسألة مو مسألة بصل، المسألة إن في سلعة في تجار يخزنونها ويرفعون سعرها وإن الدولة ما تصدت لهم بحجم قوي. لذلك هي الفكرة بكرة هذا ممكن ينتقل لسلعة أخرى، سلعة ثالثة، سلعة رابعة. طيب أبو محمد، هنا على موضوع النقد والسوشيال ميديا كنت بسألك على مثالين اللي أنت ذكرت قبل شوية. موضوع الحالة اللي الآن صايرة مع بعض مشاهير السوشيال ميديا وردة الفعل تجاه بعض تصرفاتهم من جانب، هذا كمثال حاصل في السعودية، ومن الطرف الآخر في الكويت شفنا خلال الفترة اللي فاتت بعض الإخوة العرب اللي طلعوا وقالوا كلام معين وواجهوا يعني نوع من الهجوم في السوشيال ميديا بحكم انه يعني اعادتهم لبلادهم ويعني طردهم ويعني النظرة شوية السلبية تجاه بعض الأجانب وكذا. هذه الحالتين اللي شفناها او شفناها خلال الفترة اللي فاتت ان كان في السعودية والكويت كمثال، انت كيف تقرأها؟ هل هي لها جانب إيجابي انها يعني كنوع من حالة التنوير وحالة التوعية بأهمية الالتزام، أم فيها نوع من الحسابات أو التصفيات أو المواقف الشخصية هنا أو هناك؟ فكيف تقرأ الحالة؟ أي طبعًا هو موضوعين منفصلين. فيهم الأقصد إنه اثنينهم يتحركون من خلال السوشيال ميديا وتنتج مواقف رسمية أو خلينا نقول مواقف تؤخذ على أرض الواقع، هذا يوقف مثلًا وهذا يسفر كمثال. تمام. أنا طبعاً لأن التأثير سيء والتأثير سلبي والتأثير قاعد يأخذ أضعاف حجمه الطبيعي. يعني مثلاً خليني أعطيك مثال. في واحدة سيدة مصرية زين مهندسة الكويت يعني لما العمالة الوافدة تأتي من إجازة نصف السنة خذت قرار أنها تفحص كل واحد. نعم والفحص هذا مكلف، وهذا أصلاً حق يعني للدولة أن تحمي في النهاية. هذه توصيات منظمة الصحة الدولية. نعم. وفحصت الكل، ويعني وللعلم الكويتيين اللي ما سافروا ما يفحصون. في ناس. نعم. كويتيين راح يقولون يفحصون يقول لك لا. نعم. هذه ميزة للي جاوا من برا. صحيح. مكلف زين. إحدى الـ يعني زين السيدات المقيمات اللي ما سافروا تقول توجه نداء إلى الدولة المصرية افحصوا الكويتيين اللي جاي من مصر وعاملهم بالمثل. المسألة ما هي يعني المسألة ما هي مسألة عقاب. يعني الكويتيين ما كانوا يعاقبون اللي جاي من مصر أو من الهند، بالعكس يعطونهم أكبر ضمانة إن ما فيك فحص الجيني مو متوفر حتى في بعض الدول المتقدمة. لذلك صارت ربكة، صار شعور بالإحباط عند الكويتيين إن شوفوا حنا شو نسوي وكذا وكذا ويهاجمونا وفي تحريض ضدنا. فالدولة رأت إن هذا الرأي وإن كان رأي ما تقدر تعاقب عليه، لكن قررت ان استمرار هالسيده في الكويت مضر بالامن الوطني. واحد يقول لي ممكن سيده واحده تضر الامن الوطني، هو مو مي هي بحد ذاتها السيده. الكلام اللي اثارته والكلام اللي وجهته للمصريين والمصريين اللي ردود حتى ان بعض المصريين انتقدوها. صحيح يا رب كنت زين. فهذه حاله. الحاله الثانيه العكس تماما. واحد مسكين قاعد يكلم عنده كيكه، وانا احب اضرب الامثله. نعم. انا احب اضرب مثل عشان تصير الصوره. عنده كيكه مسكين مصري يقول حق ربعه احنا ماخذين محتمل كيفه وشفتوا جبتونا ارض وتقولون الكويت واخرتها. يعني هو يقصد ان انتم يعني اصدقاء المصريين اعطيتونا عين عقب الكويت كانت مثلا. فهناك من بالسوشيال ميديا شنو حمل قال هذا يسيء للكويت، فعلى طول الداخليه قالت الداخليه ما تبي تدوخ نفسها خذوه. نعم. سفروه. لكن الحلو في الموضوع ان كثير من المدونين الكويتيين والشخصيات المعتبره دافعوا عنه واعتبروا ان هذا قرار خطا، وقاعد يضغطون على الوزير انه بعد انتهاء الازمه هذا بالذات يجيبونه لانه ظلم. اذا احنا، وانا كتبت مقاله اسمها المواطنون المقيمون الشرفاء. جميل. سمو الامير شيخ صباح الاحمد في خطابه اثنى على المواطنين ودورهم وعلى المقيمين الشرفاء
وتكلم ان المرض ما يتعلق في مواطن ومقيم بل يتعلق بالكل. صحيح. لذلك وانا كتبت ان المواطن إن انا بنفسي انا اكلم قدام القحطاني في الصف الاول اللي مواجهه كورونا لقيت اطباء من الهند وممرضات من الفلبين واطباء من مصر طبيبات من مصر، هذول يوفرون لي الحمايه كمواطن وكمقيم في الكويت، شلون انا اروح احاول اكلمه بشكل عنصري؟ لذلك لذلك انا اقول لك ان خطا جدا ان ناخذ المساله كانها وطنيه، هذا مرض الوطنيه في قلوبنا ما يحتاج نعبر عنها في موقف ضد وافد وكذا، لكن اذا الوافد اخطا او المقيم حتى المواطن يعني في مواطنه كويتيه وانا داش على قضيه السوشيال ميديا ومشاهد التواصل هي بحجر فتره حجر وعندها تعهد انها ما تطلع، طلعت خلال فتره الحجر وهي مشهوره جدا وعندها متابعين وراحت التبرع بالدم ضمن حمله اللي تبرع الدم، شنوا الناس عليها حمله قالوا شلون تطلعين في فتره الحجر المنزلي عندك 14 يوم شلون غامرت وسببت، وبالفعل خذوها الداخليه طبعا هي كان عندها حجر منزلي اجباري، قررت وزاره الصحه لعدم المشهوره هذه الالتزام بالضوابط خلوها حجر اجباري اللي هو يسمونه مؤسسي اللي مو في بيته في محجر لين تنتهي المده. ايوه فالفكره الاساسيه ان الناس تصدوا حق المشاهير. عندنا واحده اخرى حاولت انها يعني اقصد إن الناس سلفا معبئين ضد اغلب مشاهير شبكات التواصل لانهم يعتبرونهم سلبيين، يعني انه لابد انه في هذه الفتره اللي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي انه يكون حذر في الرساله اللي يوصلها، خصوصا انه انا اليوم تكلمت قلت انه اليوم يعني 1 ابريل وطلبت من الناس ما يعني تعمل كذبه ابريل لانه النفسيات يعني واصله هنا، فالاجواء يمكن ما هي مناسبه الى انه الناس يعني ما بقول تعبر، المفروض التعبير يكون الناس عنده حريه التعبير، لكن الناس تكون حذره شويه ايش منو فاضيه من احنا منو فاضيه الناس قد تفهمها بطريقه احيانا ممكن تكون سلبيه، ويعني وهذا شيء طبيعي خصوصا في ضمن هذه الاجواء، وحتى هنا نشوف بامريكا كيف انه يعني ردود الفعل احيانا، ونرجع لمساله الوعي عمليه عكسيه، يعني نشوف مثلا الشباب في فتره السبرينج بريك او في يعني عطله الربيع في وجدت هي في بدايه مارس كيف انه رغم كل المشاكل اللي صارت الشباب طلبه الجامعات وطلبة التنوير طلعوا في تجمعاتهم على الشواطئ وعلى البحار وفي النايت كلابز ولا كأنه يعني في شيء، وهذا كان تصرف يعني إلى حد ما ناتج عن كأنها ردة فعل كأنها معمول بالقصد لإثارة الأطراف الأخرى، وشوفنا حتى مشاهد كيف أنه صار في عراك مع الشرطة اللي كانوا يحرصون في المناطق في مسألة التجمعات، فهذه يعني يمكن أجواء وأوقات ضروري أنه إحنا يعني نحاول نضبط أنفسنا فيها شوي. عموما أبو محمد الحديث معك طبعا لا يمل، والمواضيع فيما يتعلق بالإعلام كبيرة، وإضافتك صراحة أعطتنا تصور عام وتفصيلي في نفس الوقت عن كثير من الأمور، ولعلنا يمكن نكررها في فترة ثانية، لأني أنا ما ودي أخذ يعني توصياتك إنه ما تكون الحلقة طويلة جدا، فيعني أشكرك وأتمنى إنه يعني نكررها ثاني مرة في القريب العاجل. أنا عندي بعض التوصيات السريعة. زين. تفضل. أولا يجب وقف ما يسمى بقيام مشاهير التواصل الاجتماعي بالعمل الصحفي. العمل الصحفي عمل مهني وعمل خطير. وعمل في كليات وإتاحته في هذه السهولة هذا أمر خاطئ، لذلك أثني على قرار المملكة العربية السعودية بعدم دعوة مشاهير التواصل للتغطية لأن التغطية لها الصحفيين، وإذا كان واحد هناك عنده منصة تواصل للمشاهير فيها 2-3 مليون ممكن أنا كوزارة إعلام أو أجرها منه وحط فيها واحد مهني ينقل الرسالة حتى الناس تتخذ قرارات، أما أجيب واحد ما عنده خبرة في عمل صحفي وينقل ويترك الأشياء المهمة ويركز على الأشياء السطحية هذا راح يمارس التضليل بدون لا يدري. اثنين لازم إحنا نثق، وأنا سبحان الله أنا كنت أفكر يعني أطرح سلسلة يعني نثق في ثقافتنا كعرب كمسلمين وفي أوطاننا، والخلاف السياسي والخلاف في الفكر والثقافي مع حكومة معينة أو مع تيار معين لا يعني الهدم بل يعني إيجاد فرص للحوار، لأن إحنا ترى الناس
في خارج إقليم الخليج العربي أو خارج الوطن العربي ما ينظرون كويت، سعودية، مصر، ليبيا، ينظرون عرب مسلمين ويستهدفون في ثرواتنا، صحيح، ويستهدفون في 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 أراضينا وفي فكرنا وفي ثقافتنا، سواء كانت الثقافة العربية الإسلامية أو الثقافة الشعرية والأدبية المتعددة. لازم إحنا كشباب مثل ما شباب الستينات والخمسينات والسبعينات والثمانينات خذوا الفكر القومي العربي اللي دافع عن القومية العربية وعن الإسلام والثقافة الإسلامية ويرفض الإساءة لهم، لازم شبابنا يهتم في هذا ولا يخضع للعولمة الثقافية. العولمة العولمة الفكرية اللي فيها تبادل وفيها تقنيات، هذا أمر بالعكس. إحنا كعرب سادة العولمة الفكرية والتقنية، كان هارون الرشيد يهدي شارلمان ملك الفرنجة يعني الساعة الرملية، كانوا الأوروبيين يدرسون في جامعات الأندلس والجامعات العربية أو الإسلامية في ذاك الوقت. لكن ما نسمح في ما يعرف بثقافة ثقافة البرجر، ثقافة هوليود، ثقافة نتفليكس، ما نأخذ هذه الثقافات تجرفنا، ننتقي منها ما هو مفيد من دون أن يلغينا كعرب وكمسلمين. وهذه مهمة الشباب والشاب العربي، إذا ما كان هذا الشيء الفكر، ويمكن هذه إشارة مهمة، إشارة مهمة الأزمة الكورونا، أن العرب والمسلمين يقدرون يتقدمون على الدول إذا أحسنوا الفكر والاختيار والتوقيت وثقوا في وطنكم وأمتكم وحكوماتكم اللي رغم الاختلاف معاهم في بعض الأمور لا زالت حكومات أفضل من غيرها وتهتم في الإنسان اهتمام حقيقي، ما هو اهتمام شكلي وفقط بالتقارير. ومشكور أستاذ ياسر على هالاستضافة. بالعكس، شكرا جزيلا، ورسالتك الأخيرة أعتقد أنها جت في وقتها ومهمة جدا، ولعل إن شاء الله يعني تكون يعني خلينا نقول تفتح فكرة عند كثير من الشباب اللي اليوم يعني أملنا فيهم كبير أنهم يمسكون اللواء ويعني ينقلون ثقافتنا العربية الإسلامية للعالم. وإن شاء الله نلتقي معك قريبا بإذن الله. بإذن الله، وانتبه لنفسك. سلام للجميع. يوصل إن شاء الله. شكرا لك حبيبنا.